مساء الخير، راح نحكي بهالفيديو كيف أنا بقدر أشغل تطبيق جالفسب بالدول اللي معمول فيها بلوك على خدمة الفويب مثل الإمارات أو مصر. طبعا مثل ما بنعرف لما بصير في بلوك على خدمة الفويب بصير الجالفسب ما بيشتغل، لازم في طريقة تكون من التليفون أعملها اللي هي شيء اسمه VPN. كيف أنا بعمل إعدادات الفي بي إن على الآيفون؟ راح نشوف بهالفيديو. وفي عندي فيديو تاني بيحكي عن الاندرويد، سواء كان انا معي اندرويد او ايفون في اعمل اعدادات. راح نشوف بهالطريقة كيف انا ممكن اعمل على الايفون. مثل ما احنا شايفين راح نروح على الاعدادات، بعدين راح نروح على عام، بعدين نروح على في بي ان. هاي اذا انا اول مرة بعمل في بي ان كونكشن، بعدين اضافة تكوين للفي بي ان. هون بيجي دور انا ادخل المعلومات الخاصة بفي بي ان تشغيل جلف سب. اول شي راح نختار النوع مثل ما احنا شايفين، اول خيار اللي هو بي بي تي بي. بعدين راح نملأ الفيلز اللي موجودة، الوصف راح نكتب جلف سب، بالنسبة للخادم راح يكون vpn.gulfsub.vpn.com، الحساب اللي هو 100 وكلمة السر كمان 100. هاي بالنسبة للخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة والأخيرة راح روح على تم واضغط تم. هيك راح تنشأ معي اللي هي الكونكشن الفي بي ان، راح اقول له حفظ. بعدين راح نشوف انه صار عندي كونكشن اسمه جلف سب. مشان انا اشغل هالكونكشن راح ارجع اروح على اعدادات، وبالاعدادات راح نشوف انه في بي ان حديها انه صار في فعل الفي بي ان. فانا اذا فعلتها هون من الشكل التالي راح اشوف انه هي صارت بالاخضر، وهذا دليل انه تفعل. بالاضافة انه فوق راح يكتب لي على الايفون تبعي انه كلمة في بي ان انه معناها انه الفي بي ان شغال. وهيك انا لما افتح جلف سب الابليكيشن عندي راح يفتح وفوق في بي ان. وهيك انا بقدر استخدم السيرفيس تبع جلف سب، سواء كانت كويت كونكت، سواء كانت جلف سب نمبر عادي، بالدول اللي هي معمول فيها بلوك مثل الامارات أو مصر. هلا إذا في أي استفسارات أو أسئلة ممكن تبعتونا على خدمة العملاء عن طريق البريد الإلكتروني اللي هو cs@gulfsub.com، وشكرا.